أما صراحة هلأ سلمى بننتقل لمادتنا التالية، مشروع التمكين المهني الأول أطلقته جمعية جذور من خلال مطعم وكافيه سوسيت، هو الفكرة الأولى من نوعها لدعم ذوي القدرات الخاصة ومتلازمة داون. التفاصيل مع زميلنا بعاقل. مشروع التمكين المهني الأول مطعم وكافيه سوسيات، فكرة هي الأولى من نوعها لدعم ذوي الإعاقة، وذلك للوصول بذوي القدرات للمكانة المجتمعية اللازمة لتطوير ذاتهم ومحيطهم. هذا مشروع بنشتغل فيه بعدة أهداف، أهمها فكرة الدمج الاجتماعي ليافعي متلازمة داون، لإدخالهم لسوق العمل، لتمكين نفسي عليهم بعيدا عن هندسة، خلينا نقول مرافق العامة، لهندسة نفسية لإلهم، لنورجي العالم قديش هي الأشخاص عندهم طاقات وعندهم إمكانيات، مشان هيك أطلقنا عليهم أصحاب القدرات والامتيازات الخاصة. مشروعنا اليوم مشروع مميز لأنه هو كان رائد على مستوى سوريا وحتى الوطن العربي من حيث الفكرة. نحن حابين نوصل رسالة ونطرح قضية ذوي الإعاقة كقضية رأي عام، لأنه هي الشريحة فعلا شريحة مهمة موجودة بالمجتمع وبحاجة لإعادة، خلينا نقول نكسر الصورة الذهنية والنمطية عنا، لنبلش هيك نفكر بشكل جديد لألهم. الأطفال صار لهم خبرة من 2017، أول شيء شاركوا بمهرجان الشام تجمعنا على شهر كامل، وكمان بتاني موسم بشهر كمان بعد الأعياد كمان بمهرجان الشام تجمعنا. فنحن أول شيء هيئنا 30 طفل، دربناهم، أهلناهم، عملنا دمج وبعدين تأهيل تدريب ومن ثم فرصة عمل. فالولاد صاروا عندهم خبرة كتير كبيرة بالتعامل مع الأصحاء إذا فينا نقول، أو مع الأشخاص اللي مثلهم. فهلأ هيك اكتسبوا هن تقريبا شي 4 سنين خبرة، بالإضافة لأنه الداتا تبع الجمعية كبرت أكتر وصارت تقريبا شي 160 طفل من متلازمة داون. برنامج التمكين المهني المستدام الذي تعمل عليه جمعية جذور من خلال تدريب مجموعات من الأفراد ذوي الإعاقة ومتلازمة داون على عدد من المهن السهلة بالنسبة لإعاقاتهم، ليكون كافيه سوسيات مستداماً بغية الدمج والتمكين. بلشنا معهم ستيب باي ستيب بشان نطلع درجه درجه، اول شيء ما نعرضهم لخطوره، بتعرفي لانه هن منهم معودين. ثاني شغله وهي الاهم كمان يكتسبوا طاقات، يعني يقدروا يوقفوا بالوش ونحن موجودين، يعني نحن ما لنا مهمشين مثلا، نحن موجودين مثلنا مثل اي حدا مثل اي شخص. فكره حلوه وفكره جيده، وفكره انه لهالاولاد هدول يكون في لهم شيء، لهم عمل، لهم دخلوا سوق العمل، اندمجوا بالمجتمع، اكيد كانت كثير حلوه، وكانت نحن يعني حبينا وجينا سعينا معه بهالقصه. وبنفس الوقت الحمد لله كان الحكي مو من يوم ويومين، صار لها فترة خلينا نقول جهودها كتير مثمرة كانت بهذا اليوم اللي احنا شفناه، انه الحمد لله هلا اخيرا صار انه في لهم عمل ثابت. محصول قهوة وستفا وستفا وساي وكاكاو. أول شيء نعمل خلطة، عمل شيء لقارب الهيك وهيك وبعدين نلتقي. انت مبسوط هون؟ هاي نعم. انا اشتغل بالمطعم السوسية كثير حبيت، انا كثير كثير اجواء حلوه، صبح مساء كثير حبيت. ان شاء الله بدنا نضيفهم شاي وقهوه وشو بدهم بقيهم ان شاء الله. فكرة تلخص اهداف المشروع في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لفئة افراد ذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين فرص عمل لهم، والاهم من هذا هو دمج ذوي الإعاقة في المجتمع. مثل ما تابعنا نور أبصر النور، الكافيه الأول من نوعه بسوريا اللي بيحضن أكثر من 20 شاب وشابة من متلازمة الحب داون، فكرة مليانة بالحب، مليانة بالشغف، مليانة بدعم الإصرار وإرادة الحياة عند هاي الشباب. أكيد سلمى، وكنا عم نتابع مع التقرير قديش فعلا هاي الخطوة جدا مهمة وجميلة، وقديش فيها نحن ما بنسميهم متلازمة داون، نحن بنسميهم متلازمة حب، قديش فيها حب ورغم الظروف
الظروف الصعبة اللي عم تمر فيها سوريا، نحن عم نتحدى كل الظروف لنعمل مشاريع مهمة. اليوم لما نقول متلازمة داون أو أصحاب القدرات الخاصة دمجهم وثقافة دمجهم بالمجتمع ونشوفهم فعلا عضو فعال وعم يقدر ينجز، هي نقطة كتير مهمة يا ريت تتعمم بكل القطاعات. لنحكي أكثر عن هيدا الموضوع معنا هاشم نجار مدير التنفيذي لجمعية جذور. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. صباحكم أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا فيك، مبروك أول شيء، مبروك لجذور كافيه سوسيت، ومبروك لكل الشباب الموجودين متلازمة الحب داون وجودهم بهذا المكان. خلينا نبلش هيك نحكي سريعا عن الفكرة، نحكي تفاصيل أكثر عنها قبل ما نبلش بأسئلتنا. هي الفكرة الحقيقة مو جديدة، هي هلأ صارت مشروع دائم. هي الفكرة قديمة، بلشت 2018-2019 ضمن مهرجان جامعة تجمعنا ومعرض دمشق الدولي، كان يمكن فترات هيك قليله للاسف. الحمد لله هلا لا يعني هيك صار مشروع كافيه دائم الحمد لله. المشروع له اهميه، اذا نحكي عن اهميته له اهميه كبيره، يمكن لانه بينظر لمتلازمه داون بوجهه نظر مختلفه، مو فقط نحن انه عم جانب خيري، لا عم نعطيهم حقوقهم القانونيه. هي اولا عم نسعى لتغيير وجهه نظر المجتمع فيهم، طالما تلقوا الاهتمام والرعايه المناسبه عندهم قدرات كامله اكيد بيحسنوا يبدعوا فيها. اساسا كمان نحن عم نعمل لهم فرصه عمل، عم نعمل لهم فرصه عمل يعني لا هيك يتمكنوا ويتدربوا مهنيا. فينا نقول يمكن هي المقهى فرصه كثير حلوه وزرع ثقافه مهمه بدمجهم بالمجتمع، ومثل ما قلت لما يكون معيل نفسه يعني صحيح. لما يقول لك الاهل انه عندي انا طفل ذو فينا نقول قدره خاصه او متلازمه داون، انه هو مثلا عنده مشاكل، لا اليوم عم يشوف هي المشكله هي اثرت ايجابي فيه، بيكون عضو فعال فعلا، بيقدر يشتغل نوعا ما يصرف على حاله. قديش تفاعل الناس كان حلو معكم ضمن المقهى؟ تماما، تفاعل مو حلو جدا، رائع كان. الحقيقة نحن يمكن الجمعية كانت هي صاحبة الفكرة، فكرة رائدة، لكن المجتمع عموما أي فكرة إيجابية هيتقبلها تقبل جيد وحيدعمها أكيد، فتقبل رائع جدا الحمد لله، في إقبال يعني دائم في زوار ورواد الحمد لله. الحمد لله اللي سألتنا. طيب أستاذ خلينا نحكي اليوم الشباب دورهم بالمقهى، نحكي بالتفصيل اليوم ودوركم أنتم كجمعية جذور. أنتم بالبداية أمنتوا المكان اللي حيكون فيه جزء مدرب من الأشخاص بيتم دمجهم مع متلازمة الحب، كيف رح يكون لكل يلي بده يتوجه ليعرف هل هن فقط دورهم مقتصر على تقديم الطلبات أو المشروبات على الطاولات؟ نحكي شوي بهالتفاصيل. تماما، هلا أدوارهم مختلفة، أدوارهم مختلفة، نحن عم نقول بدنا نمكنهم مهنيا، فهن ما فينا نحصرهم بدور واحد. تماما، هن ممكن يتعلموا مهن ضمن الكافيه نفسها، أي شيء لا يسبب أذية لهم هن قادرين يشتغلوا فيه. تماما، أمننا المكان الحمد لله، أمن طبعا توجيهات رسمية الحمد لله، وصلنا للصورة الحالية. عم يكون في أعداد مثلا منيحة عم يتناوبوا حتى نستوعب أكبر عدد ممكن، وعم يتطلوا من أي من أقسام الكافيه المختلفة، أي شيء لا يسبب أذية لهم. طيب كيف عم نشوف إذا فينا نقول مش فقط تفاعل الناس معهم، هن لما عم يشوفوا ردة فعل الناس كيف لما عم يقدموا شيء، كيف الناس فعلا حاببتهم، كيف عم تكون ردة فعلهم؟ يعني أنا بحس يمكن بعتقد في حماس أكثر، بحب تلاقيهم نوعاً ما لو في كلمة غير حماس يمكن تعبر عن ذلك الناس استعملناها. حماس جداً شديد، يعني إقبال هنا بدهم يشتغلوا، ناطرين كان افتتاح الكافيه، ناطرينه مو من أشهر من سنوات، يمكن بلشت الفكرة ب 2018، في عندهم حماس، في عندهم إقبال، متفاعلين هنا بين بعضهم، بيحبوا بعض، متفاعلين كمان مع الناس، بيحبوا الناس، لأنه عندهم عاطفه. تماما عندهم عاطفه وبريئين هيك على سجيدهم تماما. طيب خلينا نحكي كيف تم اختيار العشرة او العشرين شاب وصبيه من متلازمه الحب الموجودين؟ هل في من اللي كانوا معكم سابقا بالفعاليات؟ هل في ناس لا شافت الافكار السابقه وجابت اولادها لتتدرب وتنضم لكم؟ وهل في امكانيه اليوم انه انا ارجع اجيب عدد جديد من الشباب اهلهم ودربهم؟ تماما. الحقيقة احنا كان اول شيء في افراد اساسيين كانوا معنا من بداية الفكرة ب 2018 و2019 كذلك الامر. في من ناحية الامكانية حاليا احنا طاقة استيعاب محدودة نوعا ما، يمكن احنا عم نستقبل 20 شخص بالكافيه، نستقبل
نستقبل افراد من نستقبل افراد جدد اكيد يعني يا ريت. حاليا طاقه الاستيعاب محدوده 20 شخص. ان شاء الله هيك يتوسع الكافيه نفتح افرع ثانيه ضمن محافظه دمشق او محافظات ثانيه نستقبل هيك عدد جديد ان شاء الله. الاهالي اكيد صار في تواصل اكبر من قبل الاهالي، عم يكون في تواصل دائم مستمر يعني. ان شاء الله هيك يعني نحسن نترك اثر جيد بالمجتمع. وهي يمكن اسستوه من خلال هي المقهى لما نقول يعني هي كانت نشاطات ضمن فعاليات ومهرجانات من 2012، اليوم عم نشوفها خطوه ثابته واساسيه مستمره. كنا عم نحضر الفيديو ولفت نظري لما عم نشوف ببدايه دخولنا للمقهى للعنف الاجتماعي مع الدمج الاجتماعي والنفسي، هي نقطه كثير مهمه. يعني سابقا لما نشوف الاهل كان عندهم طفل متلازمه داون بتلاقيه بيخبوه بالبيت. اليوم لا، الوضع مختلف. يعني اليوم عم نشوف لا، الطفل موجود بين الناس، ما في تنمر عليه، في دعم اجتماعي كثير كبير، عم يكون في له رعايه، وهي نقطه كثير مهمه وجميله لانه بتاثر اساسا على نفسيته وعلى شغله. لما نقول بطريقه الدمج كيف فيني اخليه عضو فعال فعلا ويقدر ينتج، هذا التاثير دعم نفسي غير مباشر. يمكن نحن نعطي محاضره من دروب ناخذهم على معاهد، هذا الشيء لا يكفي، هون تمكين مباشر. صحيح. عم يكون تسليط فورا يعني على تماما. عم تطلع قدراتهم الكامله، عندهم قدرات كبيره كامله عم تطلع من خلال العمل بالكافيه. كمان خلينا نحكي على الجانب المادي اذا فينا نقول. اليوم انتم اصلا جمعيه خيريه بالاساس. نعم. ونشاطاتكم ابرزها بروح ريعة على خليني اقول اماكن متعدده بتدعمها. نعم. جمعيه جذور. اليوم هذا الكافيه اللي بفوت بيشرب مو بس هو عم يدعم متلازم الداون، لوين الريع عم بيروح؟ للعاملين فيه. للعاملين او حقيقة يعني هن عم يستفيدوا من مشروع خلال لهم. مشروع لهم اكيد عم يستفيدوا 100% 100% اكيد. نعم. طيب خلينا نحكي، ممكن نشوف هي خطوه معممه، يعني شفنا هي البدايه اليوم في دمشق، نشوفها بجميع المحافظات السوريه قريبا او ضمن مشروع او اليه عمل او جدول حاطينه ضمن الجمعيه. هي خطوه بدايه الطريق، الطريق لسه طويل. عم نحكي عن طاقة الاستيعابية، طاقة الاستيعابية ضمن مكان واحد اكيد قد ما استوعبنا حيكون محدود. فنحن عندنا ان شاء الله هيك رؤية انه نتوسع ضمن محافظة دمشق افرع ثانية او محافظات ثانية. اكيد يعني هذا الشيء ان شاء الله بده وقت، بده شغل، مو بهالسهولة، لكن اكيد هذا ان شاء الله هيك بخطتنا ان شاء الله مستقبلا. يعني كمان من خلال الصور اللي عم نشوفها بعض الوجوه هي معروفة لنا لأنه هن لهم عندهم نشاطات أخرى، يعني بعضهم أبطال بألعاب الأثقال مثل الصبية الشعر قصير ما متذكرة اسمها بس بعرف أنه هي بطلة برفع الأثقال وغيرهم من الأبطال اللي موجودين. كمان قديش عم يكون خليني أقول مدربين مع مانون مدربين لحتى يساعدوا بعض يقووا بعض ويكون عندهم خبرة بالحياة. مظبوط، مدربين جدا، بما انه بلش من 2018 مدربين جدا. ثاني هن اكيد هن بحاجه تدريب، لكن هن ما بحاجه تدريب، هن طاقتهم الذاتيه هن من حالهم عم يطلع هذا الشيء. تماما. طيب خلينا نحكي ضمن اطار جمعيه جذور، شو هي اذا فينا نقول سياسه الدمج لاصحاب القدرات الخاصه او متلازمه الداون عم تتبعوها ضمن الجمعيه غير المقهى؟ نحن مشرفين بالشراكه مع وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل على مركز اعاقه ذهنيه مجهولي نصاب. بالاضافه عندنا عدد من الفعاليات كمان تهتم بذوي الاعاقه عموما، اعاقات مختلفه. وبالاضافه بنشارك بازارات وبندمج فيها كمان فئات مختلفه من ضمنهم كمان الداون. وان شاء الله هيك هلا ان شاء الله الحمد لله يعني بتاسيس الكافيه فينا نزيد زياده الفعاليات والنشاطات. كمان هيك سؤال بسيط يمكن بس بيخطر على بال. نعم. اللي عم يحضر وعم بيشوف اليوم شو بيقدم الكافيه لكل رواده اللي بحب يزور طبعا، شو بيقدم، شو المينو اللي موجود عندكم؟ مينو شامل، كل شيء بيخطر بالبال هيك من مشروبات موجود. ان شاء الله بدنا نزيد كمان هو ضمن العمل الحالي نزيد ونفتح مطعم ان شاء الله، هيك كمان بده شويه تجهيز، لكن هلا مينو شامل من المشروبات، كل شيء مشروبات. كمان توفقنا هيك يعني الحمد لله بشيف بار متميز يعني بيقدم جوده عالي باسعار ان شاء الله مناسبه. في ممكن فكره بانه ضمن المقهى يصير بعض النشاطات والفعاليات فعلا لاصحاب متلازمه داون واصحاب القدرات الخاصه، يعني استغلالها بطريقه ايجابيه
من خلال هي النشاطات؟ قلت لك نحن مصرفين على مركز إعاقة ذهنية مجهولي نسب، في عنا 30 ولد نحن مصرفين عليهم بالكامل، بحاجة هدول للنشاطات مستمرة، فنحن أكيد حيكون مستفيدين هالولاد من ضمن كافيه أو حتى أي جمعيات تانية بتحب تعمل نشاطات عنا بالمقهى كمان بيصير تماماً. أو بالإضافة إن شاء الله هيك يعني من ضمن البرنامج الجمعية السنوي أكيد في فعاليات إن شاء الله ضمن كافيه صوصيل. نعم، كمان خليني أحكي هيك سريعاً بما تبقى لدينا من الوقت من المشاريع الدائمة الموجودة بجمعية جذور غير كافيه صوصيل اللي أنتم مستمرين بالعمل عليها. أي تماماً. هلا هو أول شيء كان نحن تركز جهدنا على صوصيل، أخذ جهد كبير من وقتنا، عنا فعاليات سنوية مختلفة تهم المرأة تهم المجتمع عموما، عندنا مثل ما حكينا مركز الرعاية الاجتماعية مجهولين نسب، إن شاء الله هيك حاليا عم نأسس لفكرة جديدة مطابخ منزلية للسيدات وما كان فيها السيدات. يعني أفكار جميلة ومجهود جبار عم تقوموا فيه، نتمنى لكم التوفيق يا رب، وإن شاء الله بنشوف هي المقهى إلى أفرع أخرى في جميع المحافظات السورية. شكرا كثير لك. شكرا لكم، الله يعطيك العافية. شكرا لكم. نرجع بنقول نحن كثير فخورين نور بأنه هي التجربة الأولى بسوريا أبصرت النور، بنتمنى عن جد نتائجها تكون كثير كبيرة ويقدم الدعم لها من كل الناس، حتى نحن أي واحد فينا بيقدر يروح بيقدر بكلمة يدعم. أكيد كلنا. أهلا وسهلا. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك.